ترى الناس كما أنت كعالم ترجو الجنة وتخشى النار، ترى حتى الناس يرجون الجنة ويخافون النار ويريدون ما عند رب. حتى الشاب ولو رأيته الذي رأيته، ومن خالط الناس رأى فيهم. أنا أذكر مرة صليت في الحرم النبوي قريبا من الروضة، يعني في صفوف متقدمة، أتيت مبكرا، وجاء شاب لا أعرفه، بيني وبينه شخص كده يلبس ما يسمى بنطال جنس، وقف يصلي معنا. ثم لما قرأ الإمام، نحن كلنا في الصف الأول لا أحد تأثر بقراءة الإمام إلا هذا، أخذ يبكي. الإمام يقرأ وهذا وحده يبكي في الصف، وفينا علماء وفينا عباد وفينا زهاد وفينا أشياخ، وما فينا أحد بكى، وهذا يبكي. فالله جل وعلا يريد من العبد الرغبة فيما عنده والتوبة والإنابة. وفي الحديث لو أنكم لا تخطئون لا أتى الله بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يجب أن يفهم الناس سماحة الدين ويسره، وأن الإنسان يعني الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله.